هذا الوضع أفضل من السابق وهذا تطور، لكن من حق العراقيين أن يكون طموحهم عالي، من حقهم بتنمية كبيرة، بلدهم بخيرات كثيرة، ميزانية العراق من الميزانيات الكبرى في المنطقة، ثروة بشرية هائلة، كفاءات كبيرة، من حقنا موقع جغرافي، مي، زراعة، من حقنا أنه نطمح أكثر، لكننا فعلاً في مرحلة أفضل من السابق بكثير. وهذه المشاريع السياسية العابرة للطائفية هذه الآن تكونت، يعني بعدها في بدايتها، فلا شك تكون عندها تلكو ويكون عندها مشاكل، وربما يخرج قسم من أطرافها، ربما يلتحق آخرين، لكن المبدأ بأن تكون مشاريع عابرة للطائفية هو ضمانة لمستقبل واستقرار العراق.